طيب عمر سيدي. طيب عمر سيدي لا يطول عمر سيدي. بارك الله فيك يا بس هاي أصبر. شكرا جزيلا على هذه الحفلة في استقبال وإحنا فرحين وتسنينا عمان وسنين هذه الشعب المباركة. أي واحد سهلا فرحانين. طيب بارك عمر سيدي. بارك الله عليك. تفضل عليك. نتوما اللي راكم تقلوا من قيمتهم، نتوما اللي راكم تضلوا تهضروا على المغرب وما المغرب ولا لهم وهم تطبعوا ما تطبعوا لا لا يردهم تطبعوا هما احرار واش دخلنا فيهم؟ وعلاش ما درتوش هذا الشيء هذا كامل على اردوغان؟ اردوغان يا خي هو ثاني مطبع ونهار جا للجزائر حطيته فوق الريسان اردوغان كي جا على اردوغان ماشي مطبع ناصر من 75 كان هذاك الوقت بومدين الزعيم تاعكم كان عايش على ما نضحيتوش العلاقات مع مصر باش كيهضر كريم طابود وكوليتو كاع تحوسوا كاع تعرفوا تهضروا ولا لو هو قال هو دار هو عمل وانتم راكم عايشين معاهم راكم عايشين معاهم ماشي وين السفارات تاعهم راكم عايشين معاهم الله غير الضحكوا على بالكم مازالكم تستحمروا في الشعب وزعما دايرين روحهم يفهموا هما سياسيين حقا هما كاع عندهم هما كاع اغري باش يهضروا باسم الجزائر بصح انا ما نهضروش انا مغنيه قال لك هذيك مغنيه وما عندهاش دروة تهضر في السياسه شكون اللي خولك انت باش تهضر في السياسه هايا دركا باش انني وليت نهضر في السياسه وانت شكون اللي خولك انت شكون انت شكون باش تهضر في السياسه شكون انت هاي نحوسوا على جذوري وعلى جذورك ما تقدرش توصل انتايا لو كانوا لو نهضروا كيما يهضروا كانوا كيما يهضروا نبدا نحسب لك انا الشهداء اللي عندي في فاميلتي من يما ومن بابا تغلق فمك تولي ما تهضرش تسكت تحشم كان كدا ما عندوش دروا يهضر هذيك كانت مغنيه كانت تطب البوت في قالوا كان لقيتو حفله وحده محمد راهي تهضر وراهي تقول باللي نو لا للظلم لا للطغيان وعلى الدراري راكم ترفدوا فيهم والحراك تاعنا تسرق منا وهادي 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 ما حملتوهاش باسكو ولفتوا جماعه بنيوي وي ايه كيما تقولوا نتوما الله يكثر خيركم الله يعطيكم الصحه شتو وتقولوا على لي زارتيست هذاك والله غير مسكين تلاقيت به هذيك مسكينه والله غير غادتني انا عمري ولا خليتكم تقولوا عليا مسكينه ولا مسكين داكو انا عندي ربي سبحانه عز وجل ماشي نتوما يا واحد المرتزقه اللي راكم دايرين طنبور اللي راكم تطنبروا عندكم 15 يوم وانتوما المغرب ولا الله يسهل عليهم حنا من بكري حنا يا اخي من بكري معروفين باللي حنا مع فلسطين هذه حاجه معروفه حنا مع القضيه الفلسطينيه دابور دينيا اولا دينيا قبل ما يكون شيء اخر دينيا الاقصى لا حق فيه كمسلمين بوان با كما راكم تقولوا دوكا نتوما دوك نولوا نهضروا معكم باللهجه تاعكم قص قرمط هنا تحبس الحكايه ولكن الشعب الجزائري والجزائر اولى ايه البوليزاريو رانا 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 فتنا 40 سنه ولا 50 سنه وحنايا وحنا والجزائر تكح عليهم غير الخير خويا الاقربون اولى قلتها لكم ديك النهار الاقربون اولى وما تلعبوهاش زعما نتوما دوكا زعما نتوما وطنيين وتحبوا الجيش خير من الحراك شكون قال لكم باللي الحراك يكره الجيش حنا نكرهوا الخونه في كل المجالات. السلام عليكم، ما رأيك في التطبيع كجزائري؟ سؤال مهم جميل يعطيك الصحة، لأن في الأخير أنت ما غادي تحرر فلسطين وأنا ما غادي نحرر فلسطين وما غادي يعني الزوج نستفادوا من الصحراء، فخلينا على الأقل نتحاوروا بأدب. أولاً التطبيع دارها المغرب وأنا ماشي مغربي، لا أتدخل في الشؤون الخاصة تاع بلاد أخرى، لو كان جيت مغربي نعطيك رأيي. كاين هذه بلاد أخرى، سقسي المغربي هو يقول لك. أنا ممكن نعطيك رأيي بصفتي عربي مسلم نشوف الموضوع التطبيع بصفة عامة لا أقصد بلد بعينه وغادي نسألك واش كان عند فلسطين قبل التطبيع ومع التطبيع خسرته يعني واش كانت تملك فلسطين وكي درنا حنا التطبيع خسرته باش نقعدوا نبكوا عليه راك فاهم باش نقعدوا نديروا كيما فلسطين كان عندها القوة فلسطين كان عندها القدس فلسطين كان هي تحكم في كل درنا التطبيع وخناها فلسطين بكري خاسرة من بكري قسما بالله العلي العظيم اندمت اني جيت للمغرب اندمت انه مرض قلبي وجعني هذه البلاد اللي ما عندها لا بترول اللي ما عندها والو سمعت استغرب شوف اوتوروت من وجده للدار البيضاء
ما كاش ميتره وحده محفره ولا مكسره. تشوف البنيان عمران دار البيضاء خلاص هربوا علينا، هربوا علينا بعشرين سنه. انا غرت منهم وليت نحسد احسدتهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا أخوكم يعود إليكم من جديد. إخواني المشاهدين، قبل ما غادي نبدأ هذه الحلقة ديالنا لأول مرة يشوفنا معلي، غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد. تهمنا تعليقاتكم، تهمنا انتقاداتكم، شكرا على الديزلايكات، شكرا على اللايكات حتى هما. والله يا رب العالمين يبعد علينا ويهز علينا هذا الوباء في أقرب وقت ان شاء الله. اخواني المشاهدين، من بعد ما شفتوا هاد مقاطع ديال الفيديو ان جزائريين كيدخلوا على الخط وكيقولوا له احنا ماشي شغلنا في هاد الشيء هذا، سبحان الله العلي العظيم. بغيت غير نوجه واحد الرساله لبعض الجزائريين، البعض ما كنهضرش عليهم كاملين ولكن البعض منهم. علاش احنا المغاربه ما كندخلوش في الشخصيات ديالكم؟ علاش احنا هنا باش تعرفوا بنادم راه وحلو شي عظم في العنق؟ لان غادي نفهمكم اخواني المشاهد، سمعتوا التصريحات ان واحد السيد جا الجزائر قال لك ندمت من مشيت للجزائر، قال لك بعيد بعاد علينا ب 20 مليون سنه. كما قال لك ما عندنا لا بترول لا والو، ولكن عندنا بزاف ديال الصوالح، عندنا الفوسفات، عندنا بزاف ديال الصوالح اللي ما باينينش. علاش سياسه المغرب راه ما كتبغي تبين حتى لشي واحد؟ الله يرحم الحسن الثاني ومحمد الخامس، لان سياستنا راه ما يقدر عليها حتى شي واحد. ودي على قلبك، امريكا تستثمر 5 مليارات دولار في المغرب. حنا شوف، غير بغيت باش نفهم بعض الجزائريين انهم شوف، مصر عندها التطبيع، تركيا اردوغان دار التطبيع، علاش ما هضرتوش على هاد الناس؟ بزاف ديال الناس اللي داروا التطبيع. هذه سياسه نتاع المشاريع وسياسه نتاع الدوله وسياسه نتاع الاخر، لا دخل لها بفلسطين. ومع العلم انكم سمعتوا ان الخطاب نتاع الملكي اخواني المشاهدين والرساله ديالو قال لك انه تحافظ على التطبيع ديالها مع فلسطين، المملكه المغربيه تحافظ على التطبيع ديالها مع فلسطين، والقدس تبقى راه القدس كتبقى تهمنا كاملين، راه ديالنا احنا كاملين، احنا كاملين اخواني المشاهدين. وهذه من جهه، يعني بنادم ما يبقاش يدخل صافي راه بغيت راه دركي راه كيما نقولوا امريكا عندها عالم، الاخر عنده عالم، كل يعني هذه دول لكم دينكم ولي دين. بنادم راه عنده الاسلام في الدم، ولكن تطبيع داك التطبيع كما نقولوا في نطاق الدول، في نطاق اخواني المشاهدين، يعني بنادم يكونوا منطقيين في نطاق العلاقات باش تطور العلاقات. بغات تكون فلسطين، بغات تكون كما نقولوا بغات تكون اسرائيل، ولا بغات تكون مانيش عارف دوله يهوديه، ولا احنا خاطينا، احنا بغينا يكون السلم بيناتنا كدول جميع الدول العالميه. غير انتوما سبحان الله العلي العظيم اللي مازال ربي ما كتب لكم باش تكونوا حتى انتوما مع الدول وكل شيء مزيان. مانيش عارف شحال قدكم تستحمروا في الشعب، راهم كيستحمروا في الشعب هذوك لي جينيرالات، راهم كيستحمروكم انتوما كجزائريين. 40 عام هما كيستثمروا الفلوس ويعطوهم الفلوس، عندهم البوليزارو، عندهم الحقوق عليكم انتوما. هذا مغربي حر كيهضر معكم اخواني المشاهد، يعني البوليزاري عندهم حقوق بزاف، واحد الحقوق اللي كثيره عليكم انتوما كجزائريين و40 سنه. يعني ما بقاوش يستحمروا في الشعب، هاد الجنرالات هادو ما بقاوش يستحمروا في الشعب المغربي، في الشعب الجزائري. فهمتوا اخواني المشاهدين؟ احنا المغرب فنان ديالكم كنديروا له قيمه، كنعطيوه اكثر ما كيعطيوه الجزائريين. هذه ديروها في عقلكم، حنا كنعطيو حنا قيمناكم وكندير لكم واحد القيمه كبيره. راهم جزائريين جاو المغرب، راهم ندموا على جاو المغرب، لان المغرب بزاف راه سابقكم بزاف عليكم، اقسم بالله. واخا نتوما دوله عندكم بترول وشعب فقير، هذه هي. لان باش تقولوا فلسطين واش غادي يلا هادو اللي كيخرجوا ويهضروا، وهاد الذباب الالكتروني وهادو اللي كيشريو كما نقولوا كيشريو لي كونط باش يبقاو يعلقوا تما. غادي نقول لكم واحد الحاجه، انتوما اللي كتعلقوا فيكم الهضره وفيكم بلالا بلالا بلالا، بغيت نوجه لهم واحد الرساله، روحوا انتوما حروا فلسطين، حروا فلسطين، يلا حروها. واش واحد يقدر يحرر فلسطين؟ راه قضية يعني مقادم الزمان هذيك القضية، يعني قبل يمكن قبل ما تزيد انت ما قبل ما وهذيك القضية هكذا، يعني دخلوا بلدان كثيرة، ويعني حتى ما غاديش تقدر تحررها انتايا؟ ما غاديش تقدر تحررها. هذه من جهة، من جهة أخرى فلسطين كتهمنا كدول كاملين، كمغاربة كاملين، وكعالم عربي كامل.
هذيك الكوتس كاع كانوا سالوا فيها حنا، ولكن ما غاديش واش غادي بنادمين بوحدو يحرر ما غاديش يقدر يحرر. والحمد لله كما سمعتوا ان المغرب والخطاب الملكي والرساله اللي وجهها اخواني المشاهدين من دار مع اللقاء مع الـ مع الـ مع الرؤساء والمستشارين تاع اسرائيل وتاع امريكا، راكم سمعتوا بفمكم قال ان اسرائيل قال ان فلسطين نحافظ على التطبيع ديال فلسطين ونحافظ على يعني نحافظ على الكلمه اللي دارها هذه شحال مع فلسطين. والحمد لله وفلسطينيين خرجوا هضروا قالوا ان يعني وخا يتطبعوا مغاربنا فوق راسنا، عارفين احنا المغاربه احرار وعارفين بان حنايا غادي معاهم في الخط، وكنبغيو اخواننا الفلسطين حنا كنبغيو كاع الشعوب. ولكن نتوما واش ما فهمتش نتوما واش جر كما نقولوا كروكم لهاد الحوايج ديال المغرب؟ ما فهمتش واش حنايا كمغاربه حنا كنهضروا عليكم نتوما، حنا كمغاربه واش كندخلوا في الشخصيات ديالكم؟ لا، حتى كتدخلوا نتوما في الشخصيات ديالنا، عاد المغاربه كينوضوا لكم. ولكن نتوما كتقولوا التطبيع، راه بزاف ديال الناس اللي داروا التطبيع معه، هذا راه كي سياسه يا عقول البغال، هذه راه كسياسه باش تطور يعني تنمية وبزاف ديال صول المشاريع في المغرب. هاي المغرب كتقدم عليكم بالالاف السنين، المغرب كتقدم عليكم بالالاف السنين. امريكا تستثمر 5 ديال المليارات في المغرب. اعلنت الشركة الامريكية للتمويل التنمية الدولية اليوم الثلاثاء عن مبادرة لتعبئة الاستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار بالمغرب والمنطقة. وقال الرئيس المدير العام للشركة الامريكية للتمويل التنمية الدولية والرئيس التنفيذي لمبادرة ازدهار افريقيا في بيان ان هذه سلسلة من المبادرات تهدف الى رفع الاستثمارات الامريكية في المغرب وتعزيز دوره باعتباره قطبا اقتصاديا للقارة. هذه من جهة، الحمد لله. ونزيدك حاجه اخرى، واسمع ديها من عندك كما قالها الاخر، يعني ما تبقاش بنادم ما يبقاش بنادم يخربق، ما يبقاش غير يهضر والاشاعات والشائعات سبحان الله. تدشين عهد جديد في العلاقات بين المملكه المغربيه ودوله امريكا واسرائيل، يعني عادي. توجد زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي رفع المساوي للمغرب الثلاثاء اليوم الثلاثاء بإصدار إعلان مشترك أبرز تدشين عهد جديد في العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل وأمريكا. هذا الشيء راه عادي إخواني المشاهدين، يعني بنادم باش يبقى يدير. إحنا علاش ما كندخلوش الجزائريين في, 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 في الخطوط الحمراء ديالهم؟ علاش هما؟ سبحان الله، والله ما بقينا فاهمين والو إخواني المشاهدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله حاجة ما بقينا فيها فاهمين في هاد الناس هادو. ونزيدك حاجة أخرى، وقعت المملكة المغربية ودولة إسرائيل وأمريكا الثلاثاء 22 دجنبر 2020 بالرباط 4 اتفاقيات في مجالات متعددة خلال زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي عالي المستوى. وتعلق الأمر باتفاق حول الإعفاء من إجراء التأشيرة بالنسبة لحامل الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، ووقع الوزير المنتدى لدى وزير الشؤون الخارجية لوكالة الساكنة والهجرة شولموم مور يوسف، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني وقعها المدير العام للطيران المدني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني زكريا بلغازي ومدير وكالة الطيران المدني جويل فيلديسكو. مهم، هذه من جهة. من جهة أخرى، مصر تهي حتى كتعترف بالسيادة وكتعترف إخواني المشاهدين بالصحراء المغربية، وباش يعني كما نقولوا زادت طعزتكم أنها ده غادي تدير قنصلية حتى هي في مدينة العيون في الصحراء المغربية، يعني قلع ديك الغربية، يعني شلو بها فهم. كاين بعض الناس، كاينين بعض الجزائريين، كان ندرش على كاملين اللي حاقدين على المغرب، ولكن ما تنساوش بان المغاربه خوتكم، يقدروا واخا هكذا يقدروا يعاونوكم بزاف ديال الصوالح، تقدر تنوض عندكم شي حاجه ويقدروا المغاربه غادي تلقاوهم هما. ولكن هذه ما بغاش تدخل لكم عندكم العقل، هذه الحاجه اللي ما بغيت نعرفها، ما بغاش تدخل لكم العقل ان الجينيرات كيستحمروكم وكيديو لكم فلوسكم وعندكم بترول وزيد وزيد وزيد، وكيدعموا
هادي معروفة كيدعموا البوليزاريو لمدة تاع 40 سنة ولا 50 سنة، وهما 20 واحد هما البوليزاريو دايرين خيام في تيندوف. والحمد لله المغرب ها هو رجع الصحراء ديالو، وراه غادي يولي لسبته ومليليه، وغادي غادي يولي من الدول العظمى. ايوا وانتوما بقاو تما حاصلين، لا هذا لا هذه، لان ما عندكمش رئيس يحكمكم، جنرالات كيحكموكم كيستحمركم فيكم الشعب. ان الجزائريين خرجوا بهذه التصريحات، وانتوما ما ديوها في شغلكم، ديوها في بلادكم، ديوها في بلادكم. كنهضر على بعض الناس، ما كنهضرش على الجزائري، لان عندنا خوتنا وعندنا عائلتنا تما، ولكن كنهضروا على هاد الجنرالات وهاد القوم هادو والدباب الالكتروني اللي غادي يبقى كثير. انا كاع ما على بالي، لانكم عارفين راسكم، عارفين بان المغرب هارب عليكم بالاف السنين. تحياتي لكم اخواني المشاهدين، ما نطولش عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، وتبارك الله عليكم. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش تكونوا جديد، وتبارطاجوا الفيديو.